اتكلمنا الحيتان الحباء عن نفسها يا ولاد، وبتقول لو الإنسان بيقدر يتكلم فأنا ربنا ميزني بإن أنا بقدر أتواصل مع الحيتان الأخرى عن طريق نغمات موسيقية. صوتي بيطلع على شكل نغمات موسيقية قد تصل إلى مقطوعة موسيقية، وصوتي بيختلف في الشتاء عن الصيف. الشتاء عندنا احنا الحيتان هو موسم التزاوج، بتكون درجة الصوت عندنا حادة، درجة الصوت حادة والصوت يكون مرتفع. الصوت حاد مرتفع في موسم الشتاء اللي هو موسم التزاوج، والمياه بتكون باردة. أما في موسم الصيف ده موسم التغذية، الصيف موسم التغذية بتكون المياه دافئة، الصيف موسم التغذية بتكون المياه دافئة، صوتنا بيكون منخفض وغليظ. الصيف موسم التغذية، المياه دافئة، الصوت منخفض وغليظ. الشتاء موسم التزاوج، المياه باردة، الصوت حاد ومرتفع. وبكده تكون الحيتان قدرت تتواصل مع بعضها عن طريق النغمات الموسيقية.